قالت الدكتورة بسمة محمود الصفار استشاري الصحة العامة والوبائيات رئيس مجموعة التمنيع بوزارة الصحة خلال لقاء في برنامج بكم نعود. قالت إن الدراسات العلمية أثبتت انخفاض الأجسام المضادة في الجسم بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أهمية الجرعة المنشطة وخصوصا لأصحاب لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أكد الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بأهمية إعطاء الجرعة المنشطة، وذلك بعد الاستنتاج من الدراسات العالمية التي أثبتت تناقص الأجسام المضادة بعد مرور فترة زمنية من أخذ لقاحات كوفيد-19، حيث استخلصت دراسة أجريت في المملكة المتحدة واعتمدت على التسجيل الذاتي لأكثر من 1,000,000 شخص بأن هناك تناقص في نسبة الأجسام المضادة وبالتالي الإصابة بكوفيد بعد أخذ لقاحات مختلفة مثل لقاح فايزر بايونتك، حيث تناقصت أيضا نسبة الفاعلية لهذا اللقاح من 88% إلى 74%، وأيضا إلى لقاح أوكسفورد أسترازينيكا تناقصت الفاعلية من 77% إلى 67%، مما يؤكد ضرورة أخذ الجرعات المنشطة بعد مرور فترة حوالي تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر من هذه اللقاحات.